مصلحة بلدهم. ما حدش ابدا يقدر يخلي حد فيهم يغض الطرف على اي حاجة غلط تحصل. الرجال العمال اللي عايزين ياكلوا من على جبينهم، الستات المعيلات اللي بيصرفوا على اولادهم مش عايزين حد يجب عليهم، عايزين دايما يبقوا شرفاء، عايزين يبقوا بيصرفوا على اولادهم من الحلال. الحرفيين اصحاب الورش، اصحاب الدكاكين، السواقين الموظفين، رجال مصر الكرام اللي فاهمين يعني ايه وطن، اللي عارفين يعني ايه حريه، اللي نفسهم لاولادهم وبلدهم امن واستقرار. يجي منين الامن والاستقرار؟ من المجرمين. يجي ازاي الامن والاستقرار؟ من اللي قتلوا الناس قبل كده في الميادين. يجي منين الامن والاستقرار؟ من الحراميه المزورين. ازاي يتوقع ابدا ان يجي الامن والاستقرار، ولا الاقتصاد والتنميه، ولا الشرف والمروءه من اشباه الرجال هؤلاء؟ مصر النهارده كلنا من مصر لقدام، كلكم، كل اللي قاعدين واللي وراهم وسامعينهم وهيسمعوا منهم مش قاعدين، واللي ما جالوش فرصه انه يجي، كل ابناء مصر. واحنا دلوقتي في طنطا وفي الغربيه، رجال الاعمال الشرفاء اللي كان بينضغط عليهم وبيدفعوا ايتاوات غصب عنهم، عارفين الاجرام اثروا ايه عليهم وعلى اولادهم وعلى منتجاتهم وعلى شركاتهم وعلى مصانعهم. وحتى الفلاحين عارفين مين اللي بيبيع الكيماوي في سوق السوداء، ومين اللي بياخده من جمعيه ويبيعه بره، ويبيع الشكاره بتاعت اليوريا بتاعت الرز دي من 45 جنيه ل 170 و 175 جنيه. عارفين قوي الحاجات دي، عارفين مين اللي خد ال 100 شكاره من بره بره وراح يبيعهم وياخد في كل واحده 120 جنيه ولا 130 جنيه زياده. حافظين، عارفين مين من اللي بيع دلك السولار ابو 18 جنيه ب 45 و 50 جنيه. عارفين مين اللي موقفهم طوابير عشان البنزين 80 وبياخدوا مرمراهم وبيع لهم الجراكن مضروب السعر باثنين مع انه مدعوم، لما يجي لهم المجرمين دول ويدوا لهم خدوا بقى فلوس عشان تزوروا، هم عارفين ان ده معناه ان سوق السودا تفضل، وان الفلوس بتاعت الرشوه تتلاقي وتروح يوم اثنين ثلاثه، لان المال الحرام ربنا ما يباركش فيه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. مصر دي طول عمرها في كنف ربنا، مصر دي طول عمرها اللي بيجي عليها ما بيكسبش ابدا. وربنا ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. التاريخ كله بيقول كده، حتى نابليون عارفين اتغلب فين واتهزم فين، والمعركه اللي كانت بينه وبين الناس بتوع الغربيه ازاي ما عرفش يكمل. عارفين حمله رشيد والانجليز الازهر وتاريخه، والمصريين والمقاومه وصلاح الدين وقطز والعز بن عبد السلام. مصر مليانه بالتاريخ، محافظه على الكرامه، محافظه على العرض، محافظه على بلدنا. محدش ياخد مننا بلدنا، خلاص الزمن ده راح واضح، واحنا شايفين قدام عينينا ان نظام مبارك المجرم الفاسد